كان خطر نواجهو الجيش قوي الحمد لله، والجيش راه بالمرصاد الكل من يعني يقترب من الحدود، ولكن بصفة عامة احنا كل هالدول عندنا معاهم علاقات أخوية، علاقات تبادل تجاري، عندنا علاقات، ما نمشيش نغلق الحدود نتاعي مع كاع المحيط. ولذا احنا قلنا ولا حل بدوننا احنا، لأن احنا المعنيين الأولين. باش تبدا تتهدد من هي وتهدد باش تضرب غلط، أنا ما نمشيش معاك. الجزائر منذ استقلالنا إلى يومين هذا عمرها ولا سيلة دم تاع جار ولا تاع أخ مبدئيا. رفضنا ندخلوا في العراق، رفضنا ندخلوا في اليمن، رفضنا ندخلوا في كل ما يجري في الدول الشقيقة ولا الدول الصديقة. قلتها مرارا، مالي لكن ندخل في مالي، ندخل باش نخفف الوطن الاقتصادي عليهم، نخفف. دخلش أنا عسكريا شو كسمه، باش يفهموا قطعا ان الجزائر لن تستعمل القوه مع جيرانها ابدا مهما كانت الظروف. كل سوا السيناريو اونيجي والسيناريو